بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. يدخل الترجي ضد النادي الصفاقسي المباراة وهو مدوج بلقب الدوري التونسي والذي حسمه السبت الماضي للمرة 33 في تاريخه، ويشارك الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة والتي احتل وصفتها النسخة الماضية. بينما تمثل المباراة أهمية كبيرة للنادي الصفاقسي الذي يسعى لضمان المشاركة في إحدى المسابقات الإفريقية الموسم المقبل في ظل المنافسة الكبيرة مع الاتحاد المونستيري والملعب التونسي. كل التفاصيل الخاصة بمباراة الترجي النادي الصفاقسي اليوم، التوقيت، النقل التلفزي والتشكيلة المحتملة. تنطلق مباراة النادي الصفاقسي والترجي اليوم على الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وستكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية وقناة الكاس القطرية 2. ويسبق المباراة بنصف ساعة استوديو تحليلي على أن يتولى التعليق على هذه المباراة المعلقة التونسي هيكل الصغير، كما يمكنكم متابعة مباراة الترجي والنادي الصفاقسي مباشر عبر منصة ديوان سبور. هذا المنتظر أن تعرف تشكيلة الترجي، عديد الغيابات أبرزها توغاي، غشا، يانساس، رودريغو، رودريغاز، كما سيغيب هاني عمامو بسبب الإصابة. وقد يمنح مدرب الترجي ميغيل كاردوزو الفرصة لبعض الأسماء الغائبة منذ مدة كالجناح بوكي وكيباسوي وبعض الأسماء الشابة. أما النادي الصفاقسي فسيعتمد على التشكيل المثالي من أجل حصد 3 نقاط، وستكون المباراة مثيرة وحماسية جدا، خاصة وأن النادي الصفاقسي يتسلح بجمهوره ويلعب على أرضية ميدانه. إذا متابعينا الكرام، متابعي بكام سبور، مباراة مهمة، مباراة مصيرية للنادي الصفاقسي من أجل ضمان المشاركة في إحدى مسابقتين الإفريقية، إما دوري أبطال إفريقيا أو الكاف. عفوا، الاتحاد المونستيري والملعب التونسي تعادلوا في مباراة البارحة، اللي خلى الاتحاد المونستيري هو في المركز الثاني حاليا في انتظار أن النادي الصفاقسي يفوز اليوم على الترجي، وينتظر كذلك الإثارة اللي قدمها ضد نفس المنافس، ضد الترجي الريالي التونسي. ننتظر شنو القرارات اللي باش تتخذها لجنة الاستئناف في هذا الملف. مباراة كما قلت صعيبة برشا على النادي الصفاقسي أمام صاحب لقب البطولة للموسم الحالي، رغم الغيابات العديدة في تشكيلة الترجي الريالي التونسي، ولكن أبناء ميغيل كاردوزو باش يلعبوا أكيد على 3 نقاط، وباش يحاولوا ينهيوا الموسم هذا بالانتصار من صفاقس بالذات، وهذا المطلب الأساسي لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي في المباراة هذه. لازم مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والعودة ب3 نقاط والانتصار من صفاقس بالذات. وانت زادة خلي التوقع نتاعك للمباراة هذه، شنية نتيجة المباراة، خلي كومنتار، اعمل لايك للفيديو، ساحب الإجابة الصحيحة، وبطبيعة الحال باش نعمل قرعة باش يفوز بهدية خاصة من قناتكم بكام سبور. فما تنساوش تعمل قناة، خاصة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه.